يا مساء الخيرات على كل حضراتكم، وبرحب بكم جميعا في بداية حلقة جديدة من طاقة نور. الإنسان لما بيكون مكروب بتبقى حالته ونفسيته ما يعلم بهم إلا ربنا سبحانه وتعالى، وبيكون بطبيعة الحال في أمس الحاجة لأي حد ابن حلال يقف جنبه ويساعده ويفك كربه. وده بالتحديد هو الموضوع اللي هنتكلم مع مع حضراتكم عنه في حلقتنا النهاردة، تفريج الكروبات وقضاء حوائج الناس. فحلقتنا النهارده منورني ومشرفني فضيله الشيخ حافظ عبد الحليم الداعيه الاسلامي. يا مساء الخيرات يا شيخ حافظ. اهلا بحضرتك يا استاذنا، ربنا يبارك فيك. الدنيا كلها ده نورك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الى اي درجه نقدر نقول ان تفريج الكروبات ده امر جلل؟ خلينا الاول نتكلم باحسن الكلام، هو الحمد لله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من علينا فهدانا ومن كل بلاء حسن ابلنا، والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضى بها عنا وترفع بها درجاتنا وتقضي بها حوائجنا وحوائج كل من قصدنا في حاجة يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. هو ايه الكرب الاول؟ ايه الكرب؟ ايه الهم ده وايه الغم؟ هو الكرب اقصى درجات الغم واقصى درجات الهم واقصى درجات الحزن. يا حفيظ، كل ده في الكرب. ايوه، يعني الكرب ده جمع كل شيء. طبعا أي إنسان، كل الأحزان، الإنسان المكروب هو جمع كل حاجة. حتى لما تلاقي في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى لما دعاه سيدنا نوح بأن الله سبحانه وتعالى ينجيه وأهله، فقال إيه؟ فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. أيوه. إيه الكرب العظيم؟ سيدنا نوح كان يعني في السفينة. طب. والكرب هنا أنه ربنا سبحانه وتعالى نجاه من الغرق. فتخيل أن لحظات الغرق ربنا سبحانه وتعالى عبر عنها الكرب العظيم. طب. فأي إنسان بيكون عنده كرب في حياته هو بمثابة من يكون في إيه؟ في لحظات الغرق. يعني المكروب زيه زي الغريق بالظبط، تقدر تقول كده. ودي يعني أصعب حاجة الإنسان ممكن يوضع فيها. أكيد. طيب، في عندنا برضو مهم جدا إن إحنا نراعيه، أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذه الحياة تسير على نمط واحد لكل الناس. يبقى الواحد العاقل هو اللي يوطن نفسه على أن هذه الحياة لا تسير على نمط واحد. صحيح. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فطبيعي جدا يكون فيه هم وفيه غم وفيه حزن. طب. وفيه كروبات تمر بالإنسان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما يزال البلاء، الكرب. أيوه. والهم والغم بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. وقال كده صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا حزن، اللي هو الكرب ما احنا قلنا عليه ده، ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يبقى بداية هذه الأمور لابد أن تسير، ولو كانت الحياة بتصفى لأحد كانت هتصفى لأولياء الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي في أنه كذب، وابتلي في أنه يعني سب، وابتلي صلى الله عليه وسلم في أنه هو اتهم باتهامات، وابتلي بأنه فقد أولاده صلى الله عليه وسلم وبناته في حياته صلى الله عليه وسلم، وفقد يعني من أحبهم زي سيدنا حمزة، فقدوا زي ابن عم سيدنا جعفر ابن أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه وهو يعني أحب الخلق إلى الله عز وجل، يعني وأصفاهم بلا خلاف، كنا متفقين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه هذه الأمور، وأولياء الله سبحانه وتعالى على مدار حياتنا وإحنا بنقرأ كده مرت عليهم هذه الأمور. طب الأول في مسألة الكرب، الكرب ممكن يكون إنسان مهموم أو مكروب بالأمة، مشغول، شايف دلوقتي في حروب، شايف في ناس بتقتل، شايف فمهموم. ده نوع من أنواع الهم اللي بيصيب الإنسان. واحد ممكن يكون عنده هم أسري، عنده مشكلة مع أولادي، مع حد من أولاده في عافيته مثلا أو في مذاكرته، أو مثلا في مشكلة بيني وبين ابني، أو هم مع زوجته أو زوجها، ده برضو نوع من أنواع الهموم. في حد عنده أزمة في علاقته مع أبوه وأمه، عنده أزمة مع جيرانه، عنده أزمة في الشغل، كل دي هموم بتصيب الإنسان. يبقى الأمر الأول هو أن الإنسان يدور على الحلول العملية في أنه إزاي يتخلص من هذه الهموم. إذا كانت مشكلة اقتصادية يشوف إزاي أن أنا أرتب أموري وأرتب حياتي وأرتب أولوياتي. فالأخذ بالأسباب ده الأمر الأول في الإسلام. تمام. عشان أخرج من أي كرب وأي إيه وأي هم. بعد كده، وأنا كل ده طبعا بعملها وأنا متوكل على الله سبحانه وتعالى، ألاقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني بعض الأشياء اللي الإنسان لما يعملها يخرج من هذه الهموم. منها أنا دلوقتي ببص في هم نفسي دلوقتي. منها إيه؟ منها مثلا الاستغفار. إن الإنسان إذا داوم الاستغفار، يعني الإنسان اللي عنده ضيق في الصدر يستغفر،
عنده أزمة بينه وبين زوجته يستغفر، عنده أزمة مع جيرانه يستغفر، عنده هم في الرزق يستغفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كده، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء. وانت لو بصيت في القرآن الكريم هتجد ان ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا حد كان في كرب شديد جدا، قصة اللي احنا عارفينها قصة سيدنا يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما يكون في بطن الحوت وفي ظلمات ثلاث، كرب ما بعده كرب. صحيح. يعني امر لا يتصور. حتى صحيح. كان بعض طبعا. مشايخنا كده يعلمونا يقول لي يا ابني انت مالك شايل هم الدنيا ليه كده، انت نزلت في بطن الحوت ومش عارف تطلع، فما فيش هم بعد كده. صحيح. فيتعلم هنا دعاء ويقول لنا دعاء سيدنا يونس هنا، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوته ذنوني ما دعا به إذ دعا بها في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مسلم إلا فرج الله عنه أو إلا استجيب له. بالضرورة. يعني ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فيبقى آدي دعاء. وكثرة الدعاء بأن ربنا سبحانه وتعالى يفرج الهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الدعاء. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد إليه سيدنا أبو أمامة وهو من الصحابة طبعا. فإحنا خلاص اتفقنا أن هذه أمور تمر على كل الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويتفقد أحوال، ما الذي أجلسك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ يا رسول الله هموم لزمتني وديون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، وإحنا بيعلمنا إحنا كمان الدعاء ده. إذا أمسيت وإذا أصبحت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين أو ضلع الدين وقهر الرجال. يقول سيدنا أبو أمامة فما زلت أقولها حتى أذهب الله عمي، حتى أذهب الله همي وقضى ديني. شوف ندخل بعد كده تاني على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم الصحابة يعني كيف يصلون عليه، فيقولوا يا رسول الله إذا نجعل لك صلاتنا كلها، فيقول إذا تكفى همك. تكفى همك، خلاص تكفى همك. الإنسان يكفى همه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وده باب عظيم جدا لما نغفل عنه ما نغفلش عنه. طب هو الهم ذات نفسه يا شيخ حافظ أو الكرب حتى مش ممكن يبقى عقوبة من ربنا سبحانه وتعالى للعبد العاصي مثلا؟ وارد. وحتى لو أن هذه عقوبة فهي من رحمة الله سبحانه وتعالى أن تعجل للإنسان العقوبة في الدنيا. ما هو أنا لما أجي خيرك بين عقوبتين واحدة فيها نسوعة نار والتانية فيها إيه طبعًا حاجات بسيطة كده، مش إحنا ده اللي قلناه في أول حلقة؟ أيوة قلنا إلا كفر الله بها من خطايا. وحتى أن في بعض الأثار كده والحديث يقول لك إيه، إن من الهموم هموما لا يكف، إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الهم بالولد. شوف مهموم بابنك، شايل هم ابنك في دراسته وفي تعليمه وفي جوازته وفي حياته كلها، ده يكفر ذنوب الانسان. وحتى الشوكه وشكوى. وبرده من الوسائل اللي الانسان بيدفع بها الهموم والكروب عنه هي الاعمال الصالحه اللي فيها اخلاص لله سبحانه وتعالى. وده اللي حكاه لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واستحضار المعاني دي بيكون دافع قوي لينا ان احنا دايما نتحرك في كل ابواب الخير، عشان لما اجي اقع في ضيقه ألاقي عندي رصيد أسأل ربنا به. النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا عن ثلاثة نفر، كان في من كان قبلكم ثلاثة آواهم المبيت إلى غار، طالعين لحاجة من حاجتهم فنزلوا في غار، ودي قصة كلنا عارفينها، لكن الشاهد منها إنها كانت إن هذه القصة هم وقعوا في كرب، وقعوا في هم، صح؟ طبعا. طب إيه اللي أخرجهم؟ أعمالهم الصالحة. فلما فانحدرت صخرة، انحدرت صخرة فسدت عليهم باب الإيه؟ باب الغار. أواهم المبيت خلاص وما دخلوا فالصخرة وقعت فقفلت عليهم. فقالوا البعض إيه؟ قالوا إنه لن ينجيكم من هذا إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم. كل واحد بقى يدور كده في حياته إيه اللي أنا ينفع أقول يا رب لو أنا عملت ده عشانك فرج عني ما أنا فيه. فأما الأول، اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا، يعني أجيب اللبن بتاعهم والأكل بتاعهم بالليل بعد الشغل الطويل يوم طويل، فاجي ما شربش حد ولا أكل حد قبله، لا ولادي ولا زوجتي ولا أي حد. وإنه قد نأى بي يوما طلبوا الإيه؟ طلبوا الشجر في يوم من الأيام، بعدت شوية أو طلبوا الرزق. فلما رجعت فلما عدت فإذا هما قد ناموا فوقفت على رأسهما، وقفت وفي يدي غبقهما، في يدي الأكل بتاعهم والشرب بتاعهم،
وولداي من تحت قدمي يتضغوا. والابن هو أشد عاطفة على الإنسان هو طبعا. إن ابنك يكون عايز حاجة طبعا. فبتتألم لو كانت الحاجة دي مش معاك. طب لو الحاجة دي معاك ويسمع قوي قوي الأب اللي جاحد على أمه واللي قلبه شديد قوي عليها وقاسي عليها. يعني أنا تحديدا كده من يومين والله قابلت أمي كده كانت بتجيب علاجها من 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 أحد مراكز التأمين، فبتسألني على مكان تركب منه، فركبت معايا العربية ووصلها. الست أول ما شافت إن حد في سن أولادها حن عليها وركبها معاها العربية بتاعته فضلت تبكي طول الطريق وتقول أنا عندي ابن لو كان بقى زيك كده. طب ده كلام، ده كلام. طبعا فيش خوف. هو ده هنا في كرب شديد، يعني حياة الناس لا تنقضي من غير كرب. فولاده يتضغوا، ولاده بيعيطوا، وهذا أبوه وأمه. فانتظر، قال يا رب أمي أبوايا وولداي، ولادي وأبويا وأمي. قال فانتظرت حتى استيقظ وشرب وشرب الأولاد. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عن شوف ففرج. الفرج بيأتي بعد الإيه؟ بعد الشدة والكرب. ففرج عنا ما نحن فيه. فانحدرت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج لسه. والثاني بقى أيوة. احنا بس كل قصة من دول محتاجة الواحد يقف عندها طبعًا وقفة طبعًا مهمة طبعًا جدا صحيح. في موضوع علاقتنا بأبائنا وأمهاتنا طبعًا. علاقتنا بأبائنا وأمهاتنا يا أستاذنا إلا من رحم الله ما تصرش صحيح. الأباء والأمهات بيشتكوا كتير. الابن اللي يبقى ساكن في مع والده في نفس البيت وما بيدخلش عليه طبعًا. صحيح. ولا البنت لا بتتصلش بأمها غير لما يكون عندها مشكلة أو عايزة تودي لها أولادها. ما دي يعني الأباء والأمهات دي مشاكلهم اللي بيشتكوها دايما من ولادهم اللي تعبوا عشانهم ووصلوهم للي هم فيه ده طبعا. والثاني قال اللهم إنه كانت لي بنت عم. شوف العفة بقى هنا، ده بننتقل والقصة جمعت بين أشياء متفرقة ومتفاوتة في الحياة ومتشعبة بشكل عجيب جدا. علاقتك بأهلك وبرحمك وبأرحامك وعلاقتك بأرحام بالمحرمات وبالمحارم وبأعراض الناس وبعد كده علاقتك بأموال الناس. فكل واحدة فيهم كانت كفيلة أنها تخلي الواحد ياخد درس مهم جدا في حياته صحيح. والثاني قال اللهم إنه كانت لي بنت عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء. يعني يحبها وده ميل القلب ده أيوة لا سلطان للإنسان عليه صحيح. قول وإيه، وكانت هذه المرأة كانت يعني في ضيق، وإنها أتتني ذات مرة تحتاج مني إلى مال، محتاجة مساعدة، وإنني قد روتها عن نفسها واشترطت عليها أن تمكنني من نفسها في مقابل أن يعطيها ما تريد. ولما الأمر ضاق بها قبلت بالشرط. وده للأسف يعني ضعاف النفوس وأصحاب الخسة في الأخلاق بيستغلوا مثل هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. بأشكال مختلفة على أشكال مختلفة كل واحد احنا بنرمي الرسائل والله سبحانه وتعالى يعافينا. حضرتك عم بتقول كده عمال أهز راسي الدنيا مليانة نماذج يعني للأسف يعني المهم. فهذه المرأة يعني لم تجد سبيلا إلا هذا. فمكنته من نفسه. قول فلما قعدت منها كما يقعد الرجل من امرأته. أيوه. فقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقك. فترتعت كده. فلما ذكرته بالله تذكر. قال فقمت عنها. وهو الآن في وضع ذهب العقل والإيمان والدين وكل وازع طبعاً. ذهب عنه في هذه اللحظة صحيح. يعني انت قاعد مخطط بقى ومرتب ومنسق لحد اللحظة دي فخلاص انت لما مكنت من هذا الامر مكنت من الامر. فالانسان في لحظه انه يمكن ويتذكر الله سبحانه وتعالى ده مقام عجيب برضه. قال فقمت عنها واعطيتها ما ارادت وانصرفت. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. يا رب فرج عنا اللي احنا فيه. فانفرجت الصخره قليلا غير انهم لا يستطيعون الخروج لسه فاضل حاله تانية. طبعا. واما الثالث قال اللهم إنه كان لي أجراء. واحد بيشتغل بقى وده مهم جدا كل واحد تحت إيده عمال شغالين وناس بيشتغلوا صحيح. الله سبحانه وتعالى يوسع عليه ويفتح له بهم وبسببهم بسبب وجودهم وبسبب شغلهم وبسبب عملهم يتقي الله سبحانه وتعالى فيهم. حتى العلماء يعلمونا كده اتق الله في من لا يجد لنفسه ناصرا عليك إلا الله. طبعا. كل واحد بقى طبعا. قاعد تحتك كده وملوش طبعا. غير ربنا اللي ينتصر له منك صحيح. خاف منه ده بقى طبعا صحيح.
قال اللهم إنه كان لي أجراء، ويجي واحد منهم كده، وإن أحدهم قد تركني وانصرف في نصف اليوم، ما كملش الأجر الشغل بتاعه فمشي. قال وإني قد ثمرت له ماله، تجرت له في فلوس. سبحان الله. ولو هو كان اكتفى أنه شال له المبلغ بتاعه ده على جنب كان هيكفي طبعا وهيأديه له، لكن هو ثمر له ماله. ما دي بقى تفاوت في درجات الإحساس بالمسؤولية من ناحية أموال الناس. طبعا طبعا. فقال فغاب ما شاء الله أن يغيب، وإن ماله قد نمي. ربنا سبحانه وتعالى بيسخر الناس لناس، سبحانك يا رب، عشان اللي مهموم بس بهم الرزق. الراجل ده مشي واكيد ما رجعش بعد السنوات دي كلها عشان ياخد اجره نص يوم الا اذا كان الامر ضاق بيه. بشوف برضه يعني مهم جدا ان احنا نستحضر ده. يعني هو رجع بعد كام سنه حتى صار له واد من يعني وماله كبر من الابل او الغنم من انفس المال اللي كان موجود. معنى ان الراجل جاي ياخد اجره نص يوم يبقى اصلا مش متصور. تخيل يا استاذنا طبعا لما انا اسيب عند حضرتك كده 5 جنيه واجي لك بعد 20 سنه اقول لك والله انا كان ليا عندك 5 جنيه وانا مزنوق دلوقتي محتاجها، تقول لي يا عم ال 5 جنيه بتاعتك ده بقت كام مليون؟ صحيح. انا اقول لك اثبت انك ليك عندي 5 جنيه. اما صح، لكن انا بتكلم عن الحاله اللي معانا دلوقتي. فالراجل قال له ايه؟ قال فلما اتاني يطلب مالي قال هل ترى هذا الوادي؟ شايف الحاجات الغنم والابل والبقر دي والحاجات دي؟ طبعا. قال هي لك. قال تهزأ بيه؟ انت انا جاي لك واحد طمعان في اجره نص يوم، الدنيا قفلت معايا انت قال تهزأ بيه؟ قال والله ما استهزئ بك، فقد ثمرت لك مالك. فاخذه وانصرف. اللهم ان كنت قد فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره وخرج. ادي شكل من اشكال تفريج الكروب اللي بتمر في حياتنا. طبعا. ان الانسان يتقي الله سبحانه وتعالى في علاقته بارحامه وباهله، ده صوره من الصور، ان يخلص في علاقته مع ابيه ومع امه ومع زوجته ومع اولاده ومع جيرانه ومع ارحامه جميعا، وخصوصا الضعاف. ليك اخت ضعيفه تتقي الله فيها، انه يتقي الله سبحانه وتعالى في المحارم وفي ارحام وفي اعراض الناس، انه يتقي الله في اموال الناس، كل ده يفرج الهموم. فاستحضرنا للصور والمعاني دي اكبر حاجه من الحاجات اللي بتفرج. يجي بعد انت كده تاني انك انت تكون سبب من اسباب تفريج كروب الناس وهموم الناس، وده اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بصوره واضحه وصريحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم لفظه ايه؟ كربه. احنا قلنا وهي اعظم الهم والغم. طبعا. فرج الله عنه كربه من كربه يوم القيامة. طب الموازنة اللي دايما لازم نستحضرها، ما احنا ما ينفعش نقرأ كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما نستحضر المقارنة والموازنة دي. النبي بيقول كربة من كرب الدنيا، واحنا بنتكلم عن كرب الدنيا دلوقتي ما قلناش حاجة فيها يعني أمر عظيم يستعظم على الله سبحانه وتعالى أن يفرجه. طب ما الله سبحانه وتعالى قادر أنه يفرج هذه الكرب، لكن ليبلو بعضكم ببعض. احنا أصلا ابتلاء في حياة بعض واختبار في حياة بعض ليبلو بعضكم ببعض. وأنت تؤجر وأنت إيه؟ وأنت تؤجر، وأنت تؤجر على الصبر، وأنت تؤجر على شكر الله سبحانه وتعالى. وكربة الدنيا مهما بلغت يستحيل أنها تبلغ شيئا من كرب يوم القيامة. أكيد. وكرب يوم القيامة بتبدأ من أول ما الإنسان بيكون في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا، من أول لحظات الموت. أنت الآن ربنا قال فأصابتكم مصيبة الموت. شوف عبر عن الموت بإيه؟ مصيبة. فأصابتكم مصيبة الموت. فالإنسان في وقت الموت بيكون في مصيبة. من أول هنا تبدأ تظهر كروبات الناس اللي هو فرجها، التيسير اللي يسره على الناس. عشان كده جاء في بعض الأثار إيه؟ أن رجلا لما أقبل على الموت فقال فلما أقبل على الموت وأولاده من حوله قال يا ليتها كانت الجديدة، يا ليته كان كاملة، يا ليته كان طويلة، وهو بيموت. فأولاده احتاروا ايه الكلام اللي ايه الطلاسم دي؟ صحيح. ايه الكلام اللي احنا مش عارفينه ده؟ صحيح. قال فلما شاء الله ان يموت فجاء لبعض ولده في المنام فسأله لهم بقى سأله بقى قال انك قلت كذا وكذا وكذا. وهذه الاثار احنا نستأنس بيها يعني، وهي يعني لا محالة تحدث. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال ايه؟ حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا. فمعنى كده الانسان في لحظات الموت بيشوف. طبعا. ففسر له قال ايه؟ اما الجديده فانه ذات يوم في ليله بارده خرجت فاذا بي ارى مسكينا
لا ثوب عليه، وإنه كان لي ثوبان أحدهما جديد والآخر قديم، فخلعت القديم وأعطيته إياه، فلما رأيت الأجر والثواب وما أعده الله لي بالثوب القديم قلت يا ليته كان الجديد. أيوة يا ليته كانت الجديد طبعا بالثياب طبعا. قال وأما الطويل، قال خرجت ذات يوم فإذا برجل كف بصره يطلب من ينيره الطريق، عايز حد يوصله في الطريق. ودي بتحصل معانا عشرات المرات في اليوم ولا في الأسبوع. فالواحد ما يستقلش أبدا أي أمر يقضي للناس أي أمر. فبيقول إيه؟ قال فأخذته وبلغته مراده، وصلت لحد المكان اللي هو عايزه. فلما تراءى لي الأجر والثواب على ما قدمت لهذا الرجل قلت يا ليته كان طويلة. طب لو كان أطول شوية، إذا كان دي الحتة الصغيرة. وأما الإيه؟ وأما الكامل فإني قد رأيت ذات يوم جائعا يطلب طعاما وإنه كان في يدي رغيفا فقسمته بيني وبينه، فلما تراءى لي الأجر العظيم من نصف رغيف قلت يا ليته كان صحيح كامل. صحيح. فاستحضرنا للمعاني دي، ان انت سعيك في قضاء حوائج الناس وتفريجك لكربات الناس واخلاصك في حياتك مع اهلك ومع اسرتك، وانك انت تعلم ان هذه الحياه لا تستقر لمخلوق ابدا، وان النجاه في هذه الحياه انما هو بالعمل الصالح وانما هو بالقرب من الله سبحانه وتعالى. واستحضر دائما ان الله سبحانه وتعالى حاضر معك في حياتك، وان الله سبحانه وتعالى ياجرك، هو المنجي والمفرج الاكبر من اي كرب بيمر بحياة الإنسان. سبحان الله. ومع هذا يعني كل الكلام اللي بيتقال ده ما منعش البعض من الناس إنه يسوف ويأجل أو يأخر أو حتى يتنصل من فكرة إن هو يساعد في تفريق كربة سين أو صاد أو عين من البشر. أيوه. يعني وضعه إيه للشخص اللي بيعمل كده يا شيخ حافظ؟ أقول لحضرتك. أو حتى اللي بيبخل بالعطاء، لو كانت الكربة اللي إحنا بنتكلم عليها مثلا أزمة مالية. أيوه. فهو ممكن يساعد في حل الازمه دي، لكن يقول لك طب ما انا بيتي اولى، طب ما انا عيالي اولى، طب ما انا كمان عندي مشاكل وعندي التزامات. انت حضرتك ضربت مثال بالكربه الماليه. واحنا قلنا ان الكربات مختلفه طبعا. ممكن واحد يكون عنده اصلا هم ومشكله في ان هو محتاج حد يصلح بينه وبين اخوه. ما ده هم. في ناس بتبقى مهمومه لما اخويا زعلان مني والرحم منقطعه. أيوة طبعا. فبدور على حد يفرج لي ده. طب فممكن واحد يبقى بمكالمه تليفون يفرج همه. والله الامر ابسط بكتير جدا من الماديات يا استاذ، لان ربنا سبحانه وتعالى يحاسب على مثقال الذره، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن اصلاح ذات البين، فاتقوا الله، والله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. فالاصلاح بين المتخاصمين من الاجور العظيمه جدا، وده هم بيصيب بعض الناس. طب احنا اذا كان في ناس بتبخل بهذه الاشياء الصغيره، فتخيل باب البذل. البذل المالي والمادي تحديدا من اول اعمال الشيطان انه يقعد الانسان عنها. طبعا. اول عمل من اعمال الشيطان انه يقعد الانسان ايه؟ عن البذل المادي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في القران الكريم الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليم. ما انت قدامك وعد من الله سبحانه وتعالى ووعد من مين؟ الشيطان. من الشيطان. طبعا. فالى ايهما تتجه؟ عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى هتتجه إلى موعود الله سبحانه وتعالى. الله يعدكم مغفرة طبعا. منه وفضلا. ده مش بس فضله يعني إنه يخلف عليك في البذل لا تبذل، ده الأول هيغفر لك وبعد كده هيعطيك من فضله سبحانه وتعالى. استحضار المعاني دي يخليك تقاوم وعد الشيطان. استحضار صورة اليوم الآخر لازم يكون صورة اليوم الآخر حاضرة دايما في الذهن وحاضرة بقوة، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه لنا طول الوقت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا. صحيح. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا. فاستحضارك لصورة اليوم الآخر هو بيكون دافع قوي جدا إنك أنت تكون في عون الناس، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه لنا باستمرار. والله في عون العبد ما كان العبد أو ما دام العبد في عون أخيه. حتى في أبسط الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ده انت لو قابلت واحد شايل كياس، انت عارف احنا كلنا اغلبنا بيبقى طالع وطالع بيته كده ولا حاجه، تبص تلاقي حد من جيرانك شايل كام كيس معاه ولا حاجه، فرحت مديتك قلت له طب انا هات بس كام كيس اشيلهم عنك او كيس، بتحمل له متاعه. دي لا عند ربنا سبحانه وتعالى قدر ووزن وصدق عند ربنا سبحانه وتعالى. والله هذا الدين وسع لينا في الاجور بشكل كبير جدا على نفسنا. كبير بشكل لا اتخيله والله.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول عرضت علي اعمال امتي، فيشوف حتى اللقمه تضعها الرجل في فيه امراه، ايه ده؟ الله سبحانه وتعالى يحاسبك على هذه اللقمه تاكلها لحد، ابتسامه تبتسمها في وش حد، كلمه طيبه تقولها لحد تطمنها. احنا واحنا قاعدين في الحلقه دي لو لعل حد يسمع فيطمن ان الله سبحانه وتعالى ياجره على كل ما اصابه في حياته وكل همومه فيطمئن. استحضرنا للمعاني دي هو اللي بيكون الدافع القوي ان انا استجيب لوعد الرحمن واقاوم وعد ايه؟ الشيطان. طبعا هستأذنك نطلع فاصل سريع نرجع بعدين نكمل الكلام، خليكم معنا. يا اهلا بكل حضراتكم في الجزء الثاني من حلقتنا النهارده من طاقة نور. تعالوا بقى نتكلم عن الترجمه العمليه للكلام الجميل اللي قلناه في اللينك اللي فات، فكره تفريج الكروبات وقضاء حوائج الناس بس بشكل عملي ملموس وفي امور في منتهى الاهميه. يكفي ان احنا نقول لحضراتكم ان كوبايه ميه ممكن تبقى اهم ما بعده هم بالنسبه لناس كتير. تابعوا معنا التقرير ده، اتفضلوا. زيارة جديدة كانت لمؤسسة نبض الحياة سعد بها أهالينا في صحراء مطروح. دايماً عندنا حكمة بنؤمن بها في مؤسسة نبض الحياة، إن العمل القائم على التخطيط الجيد أساس النجاح، ومؤمنين كمان بالآية القرآنية اللي بتقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاء. رب العالمين سبحانه وتعالى بيعطينا إشارة أنه سبحانه وتعالى هو المجازي على حسن العمل، مش العمل، حسن العمل. نبض الحياة قامت بتسليم أكتر من 90 بير، وده المتبع عندنا في مؤسسة نبض الحياة في أشكال أبار تجميع مياه الأمطار اللي بتقوم بيها المؤسسة لأهالينا الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً في صحراء مطروح. وعشان نبض الحياة دايماً بتسعى لمعرفة احتياجات أهالينا هناك، نفذت أبار تجميعية بفكرة جديدة وقدرت إنها تنفذ عدد من الأبار اللي بيتم إنشائها بخزان للمية يتم استخدامه بطريقة أسهل. منتظرين تواصلكم على 15740. مؤسسة نبض الحياة تسعى إلى التجديد والابتكار ولا تسعى إلى التقليد والتكرار. وبمساهمتكم هنقدر نحقق السعادة لأهالينا في صحراء مطروح بحفر بير هترفع معاناة وتفوز بثواب الصدقة الجارية. يعني أنا على حد علمي أن مؤسسة نبض الحياة لوحدها يعني حفرت لأهالينا في صحراء براني وصحراء مطروح أكتر من 1500-2000 بير لغاية يعني اليوم اللي احنا فيه ده على حد علمي، ودي يعني دي أعمال مؤسسة واحدة فقط غير بقية المؤسسات، ومع هذا لسه هناك الاحتياج الشديد للمزيد من الأبار، صح كده؟ خلينا الأول نقول إيه الدافع اللي يخلي كمية الأبار دي تتعمل. الدافع هو رضا الله سبحانه وتعالى، وده اعظم دافع يخلي الانسان يقدر يقف قدام اي يعني عوائق او اي يعني أو حاجات اي نوازع داخليه من أي. الشح ومن البخل طبعا، ويخلي الارقام دي كلها تحصل من مؤسسه واثنين وثلاثه وغير الاعمال الفرديه اللي تكيد بتتم بشكل فردي، كل ده غايته رضا الله سبحانه وتعالى. يعني احنا مش هنزيد على حد، واكيد اي حد بتساله هيقول لك والله انا عايز ربنا يرضى عنه. طبعا طبعا. طيب انت بتعمل ده وانت عارف اجر الصدقه دي؟ ممكن يبقى كتير جدا مش عارف ان الصدقه دي لها الحجم الكبير ده في الاجر، صدقه الميه دي. وممكن حد يبقى عارف بس لسه محتاج حد ياكد له المعلومه. ممكن حد يبقى غافل، عشان كده ربنا قال وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. طبعا. عشان كده استحضارنا للاجور هو اكبر دافع في ان الانسان يتحرك لعمل الخير ده. استحضارك للتوصية النبوية أو للتوصية الربانية بعمل معين هو بيكون قوي جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كده، إن الإنسان إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث، منهم صدقة جارية. ده شكل من أشكال الصدقة الجارية، أدي دافع. ما كلنا عايزين يبقى لنا صدقات جارية. أكيد. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا برضو إن مما ينفع الإنسان بعد موته منها نهرا أجراه، مية الناس بتشرب منها. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجيله سائل يساله يا رسول الله، والروايه دي يعني متعدده، في قيلت ان سيدنا سعد، وقيل ان بنتا جاءت تسال عن ابيها، يعني متعدده بكل صورها. فمعنى كده العلماء لما يجوا يكلمونا في علم الحديث يقول لك ان الجمع بين الروايات هو الاولى.
فلو احنا اخذنا بالجمع بين الروايات معنى كده ان الواقعه دي اتعددت مره واثنين وثلاثه طبعا واتكررت، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه سائل وسائله وسائل طبعا. كلهم بيسالوا نفس السؤال عن حد عزيز عليا مات وانا عايز اعمل عنه خير فاعمل ايه؟ طبعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يسال افتصدق عنه؟ قال نعم تصدق. يبقى ده ينفع الميت اهو ان ابنه، لان ولده من كسبه زي ما علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب اذا كان بينفع الانسان هذا العمل من ابنه، طب مش هينفعني لما انا اعمله بنفسي؟ صحيح، وده اولى استحضاره بقى. ودي دي دي كمان مشكله كبيره يعني كتير مننا، ايوه يعني مش ما اقدرش اقول اغلبنا بس على الاقل كتير مننا فاهم ان الصدقه الجاريه هي الصدقه اللي ابني بيعملها لي بعد رحيلي، صح، مش اللي انا بعملها لنفسي اساسا. ايوه، وده مفهوم كبير جدا خطا. الصدقه الجاريه يدخل فيها احيانا اللي ابنك بيعملها لك، وده بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الافضل بتاعتك انت، وده اللي النبي عليه الصلاه والسلام قاله لما سئل عن افضل الصدقه، قال ان تصدق وانت صحيح شحيح. شوف ادي الشرطين، صحيح، عارف صحيح يعني وانا في كامل قوتي معافة. وانا في شبابي. ليه؟ لان ده التوقيت اللي انت بتغفل فيه اصلا ان ممكن في لحظه ممكن اموت وابقى محتاج العمل ده. ان تصدق وانت صحيح بكامل عافيتك شحيح. يعني ايه شحيح؟ تامل الغنى وتخشى الفقر. انت عمال لسه بتحوش بقى عشان هتشتري حاجه طبعًا. عشان هتكون مستقبلك في حاجه معينه. ففي التوقيت ده واللحظات دي الصدقه بتكون افضل، وايه وافضل الصدقات دي ان تصدق وانت صحيح شحيح تامل الغنى وتخشى الفقر. فده بيصحح لنا المفهوم اللي حضرتك تفضلت وقلت، يبقى نفسك هي اولى بان انت تعمل لها الكلام ده، انك انت تكون متحرك ليه. عشان كده بنلاقي الصحابه، يعني اذا كان احنا ذكرنا روايات واثار ان الناس بتسال النبي صلى الله عليه وسلم عن اللي مات عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم اقرهم، فاحنا شفنا اللي عايش من الصحابه هو بيعمل. صحيح. لا بيعمل كتير. اما يكون واحد جاي له قافله، يعني المدينه بتترج منها من الحموله اللي داخله ديت بقى مختلفه بقى، فيها ايه؟ فيها اكل طبعا باشكاله وانواعه المختلفه اللي هو مستورد جاي بقى من بلاد الشام طبعا. حاجات صحيح. مستورده طبعا. صحيح طبعا. بمفهومنا احنا الايام دي كده. أي. جايه بقى، جايه شحنه مستورده من الخارج من بلاد الشام، بعد كام شهر رايحه القافله ورايحه وجايه وفيها مصاريف وعمال وناس شغالين طبعا. كل ده تدخل فيها باكل بانواعه المختلفه، وفي ملابس طبعا. وفي احتياجات تانية شخصيه ليهم هم. لما كل ده والتجار يجوا لك لحد عندك عشان هيشتروا منك، هنزودك الواحده باتنين، الجنيه باتنين، لا عندي اللي يدفع اكتر. طب الاتنين الواحد باتنين، عندي اللي يدفع اكتر. طب بتلاته، عندي اللي يدفع اكتر. قالوا احنا التجار الموجودين في المدينه مين هيدفع اكتر من كده؟ قال عندي من ياخذها الواحده بعشره، جعلتها كلها لله. ايه ده؟ يا سلام. ايه الفهم ده يوصل له ازاي؟ صحيح. هل ما كانش ليه احتياجات؟ قوة ايمان وحاجات. أيوة. حاجات حلوه كتير في حياته، ما قالش لاولادي اعملوا طبعا في حياته. وكذلك يجهز جيش باكمله، بئر، اشتري البئر دوت وللمسلمين. ايه ده؟ انفق ينفق عليك، انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلال. استحضري بان الله سبحانه وتعالى هو الذي قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هو اللي بيكون دافع. عشان كده حضرتك السؤال اللي انت سالته سؤال يقول قد ايه ان الخير موجود فينا بكم الابار وصدقه الميه اللي اتعملت دي كلها، ولسه بندعو الناس وبنجدد الدعوه ليهم وفي قوائم انتظار. كل ده بيقول ان دواخل الناس ونفوس الناس يعني تأمل فيما عند الله سبحانه وتعالى، لكن احنا دعوتنا اعمل لنفسك ما استناش ولادك يعملوا لك. سقي الماء لاهالينا اللي في صحراء براني ملوش شكل تاني غير الابار. ملوش شكل تاني غير الابار. لا ينفع معاهم مواصله ولا ينفع معاهم محطه. لكن الشكل ده نفسه بيتجود. بيتعمل بشكل انتوا عملتوا ده بالفعل، التجويد ده حصل بالفعل مؤخرا. ايوه، بتلاقي في اللي بيتعمل الخزان والموتور الرفع والحنفيات او بيتجود، يعني ده صوره من الصور. جميل. واحنا دايما لما بتروح هناك او بنروح ننزل هناك ونتفرج بستحضر دايما صوره دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لصدقه المي، وانت بتسمع كانك بتسمع النبي صلى الله عليه وسلم. الصوره اللي حاضره في الذهن هو بير. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون الا الابار. صحيح. فهو صدقه الماء بالنسبه لهم كانت بير، اللي هي متمثله في حفر الابار في صحراء براني. جميل. طيب ادي مبادره يا حضرات، تعالوا نتكلم بقى عن مبادره ثانيه دلوقتي يعني عز وقتها، صكوك الاضاحي. تابعوا معنا. انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر.
في عيد الأضحى المبارك مؤسسة نبض الحياة بتساعدك على أداء شعيرة الأضحية، وكل واحد حيوصله فيديو بالأضحية بتاعته باسم صاحبها، والتوزيع بيكون توزيع شرعي لأضحيتك عشان توصل لمستحقيها. صك الأضحية الجاموسي 8500 جنيه، وصك الأضحية البقري 9000 جنيه، أما صك الأضحية بالنسبة للخروف هيكون 12000 جنيه، وكمان صك الأضحية بالنسبة للماعز 8000 جنيه. مع مؤسسة نبض الحياة هتؤدي أضحيتك بأمان وتفوز بثوابها كمان. من اللطيف ومن العملي كمان ان المبادره دي واخده شكل الصك او الصكوك، مش كده برضو؟ المبادره نسميها عباده بقى، خلينا نسميها عباده. ماشي هذه عباده، وهي عباده سنويه او عباده موسميه، وشعيره من اعظم الشعائر اللي بنتقرب بها لله سبحانه وتعالى. أكيد. شعيره بتعلمنا معنى البذل ومعنى العطاء طبعا. شعيره بتفكرنا بموقف، يعني موقف من اعجب المواقف اللي ممكن تمر عليك في حياتك، مواقف البر اللي كلنا بنحب نسمعها. واحنا من اول حلقه كنا بنتكلم عن البر. أيوة. وده بر من نوع خاص، ده بر بالنفس، انا بأجود بنفسي في مقابل بر ايه؟ والدي. صحيح. لمجرد ان انا عارف ان هذا امر الله سبحانه طبعا. وتعالى. طب ما برضه هو الله سبحانه وتعالى هو الذي امرك الا تغلظ القول لابيك ولا امك طبعا، ولا تقل لهم اف لهما. استحضرنا بقى الموقف ده طبعا. لما تشوف الشعيره ديت بتتجدد وتستحضر في كل عام عشان تفتكر يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. كل ده معنى لازم إن إحنا نقف عنده. حتى قالوا إن البر، شوف سبحان الله، سيدنا إبراهيم لما كان بيكلم أبوه يدعوه للإسلام قال له إيه؟ قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. يا أبتي، شوف قال له إيه؟ يا أبتي، نفس الكلمة يقولها له ابنه لما يقول له يا بني إني أرى في المنام أن أذبحه، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. شوف حتى الكلمة القرآن يحكيها لنا في مسألة البر. فأنت بتستحضر في الشعيرة دي، في هذه الشعيرة سنة الأضحية بتستحضر المعنى ده. وأنا أقول لحضرتك حاجة، والله في بعض الآباء بيذبح الأضحية بنية أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بر أولاده، لأن في ناس كتير من الآباء محرومة من البر. هو بيعمل كده، بيعمل شعيرة الأضحية وبيضحي لله سبحانه وتعالى، وفي نيتي يا رب يعني اللهم إني قد ضحيت لك فأصلح لي ولدي. وده موقف شاهد على البر، الموقف شاهد على البذل بتاع سيدنا إبراهيم طبعا. وعطاء سيدنا طبعا. إبراهيم حتى من ليس من ماله فقط بل من نفسه طبعا. وعند بعض الناس يعني ممكن يحرم نفسه من الأكل والشرب بس ما يفوتش على نفسه أجر الأضحية. طبعا. فيقعد يحوش لها. وأنا أعرف ناس بتقعد تعمل الجمعية أو بتحوش من السنة للسنة عشان الأضحية. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى إنه جعل الوكالة في الأضحية أمر مشروع. طبعا. الوكالة في الأضحية جعل أمر مشروع. طبعا. ليه؟ لأن العدة اعتبارات. الاعتبار الأول إنك أنت بتلاقي سعر مناسب ممكن بتعرفش توصله. أكيد. بتلاقي حد يتولى عنك الذبح. وانت ممكن يكون الموضوع بيسبب لك ازمه. لا، وجوده الذبيحه نفسها مفروغ منها. دي كلها احنا لسه داخلين طبعًا عليها. طبعًا. بتلاقي حد يدور لك على جوده الذبيحه ممكن انت ما تعرفش توصل لها برضه. يبقى عندك سعر، عندك جوده الذبيحه، عندك التوزيع نفسه، كل ده ربنا سبحانه وتعالى يعني من رحمته ان هو يعني شرع الوكاله في الاضحيه. عشان كده مؤسسات المجتمع المدني دورها كبير جدا في مساله الاضحيه والوكاله عن الناس في الاضحيه. ودي وصيتنا ان ما دمت انت مش هتقدر تباشر بنفسك الذبح وما عندكش القدره انك انت تشوف ذبيحه كويسه او ما عندكش بيانات لاشخاص مستحقين في اماكن انت اكيد نفسك ان انت تطعمهم وتشارك في اطعامهم وتشارك معاهم في هذا الامر، فالمؤسسات بتحمل عنك ده. واحنا بفضل الله سبحانه وتعالى في مؤسسه نبض الحياه معانا قطاع عريض جدا من المساهمين في صكوك الاضاحي، وبرضه معانا بيانات لمحتاجين في طبعًا. اماكن كتيره جدا طبعًا. فدي دعوتنا، احنا بندعو الناس ان هم ان شاء الله يكونوا معانا في المؤسسه وباذن الله تعالى يعني يصرون بشكل الاضحيه وبشكل الذبيحه وهي بتقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى قبل ان تقدم في يد المحتاج. طب بالمناسبه المتبرع او المضحي مع المؤسسه بيبقى له نصيب؟ طبعا
طبعا العلماء لما قرأوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا، فجابوا التقسيمة اللي هي تلت وتلت وتلت، فكان تلت للمضحي وتلت للأهل والأقارب وتلت المين وتلت للفقراء. فالمؤسسة بتعطي المتبرع نصيبه، هو بياخد له حوالي 9 كيلو تقريبا، يعني ان شاء الله باذن الله تعالى بياخد له 9 كيلو من قيمه الاضحيه. وده بيقول لك معنى ان احنا تاخد 9 كيلو يبقى ده التلت. يبقى تتخيل بقى التلت دوت الواحد 9 كيلو، طب والبقيه الاضحيه؟ يبقى معنى كده ان اختيارك للذبيحه نفسه بيكون بمقاييس مهمه جدا، وبتاخد بوزن كويس جدا، واعلى وزن انت تقدر تاخده وتحصله بتعمل بيه وبتشتغل بيه بفضل الله سبحانه وتعالى. ومعنى كده ان المنتفعين من اهالينا واخواتنا اللي موجودين في كل محافظاتنا اللي عندنا البيانات بتاعتهم بيوصل لهم كميه لا باس بيها من اللحم اللحوم الاضاحي بفضل الله. والتوزيع بيكون يا شيخ حافظ يعني طبقا للقرب او البعد الجغرافي من نقطه الذبح او نقطه يعني انت بتسموها ايه اللي هي المكان اللي بيتعمل فيه المجازر المجازر لا مش المجازر بكلم النقطة يعني كان ليها اسم كده راح مني. المهم بيبقى في نقاط معينة بتتم فيها عمليات الذبح صح كده؟ اه طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن ده ما بينبنيش عليه الأماكن اللي بيوصل لها اللحوم. يعني أنا مش يعني عشان بذبح بتروح لأماكن قريبة عشان حتى لا تفسد اللحوم لا كمان؟ بيكون معمول حساب كل ده. أنت بتبقى في عربيات جاهزة مجهزة بتتحرك على طول، بتاخد وبتتحرك على طول في وقتها وتتحمل. والعربيات المجهزة دلوقتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله بكثرة، وفي الأيام دي بالذات على طول بفضل الله سبحانه وتعالى كل حاجة بتوصل في نفس اليوم بفضل الله. جميل. طيب إحنا هنطلع فاصل سريع ونرجع نشرح لحضراتكم أو نشاور لحضراتكم على شكل جديد من أشكال العمل الصالح. خليكم معنا. يا أهلا من كل حضراتكم من جديد. من الحاجات الجميلة اللي عاملها مؤسسة نبض الحياة فكرة إن المنفق أو المتبرع ممكن يبقى قادر يتبرع النهاردة، ربنا كرمه بقرشين زيادة قادر يتبرع بيهم، لكن يعلم بكرة هيبقى معاه القرشين دول ولا لأ، يعلم بكرة هو نفسه هيكون موجود ولا لأ. من هنا ظهرت فكرة المشروع الاستثماري الخيري كما ينبغي أن يكون. أنا بكلم حضراتكم عن وقف النخيل، تابعوا معنا. في وقف النخيل بمؤسسة نبض الحياة كان موعد المتبرعين مع زراعة المرحلة السابعة في سهل قروين بالفرفرة. الحمد لله رب العالمين، سعادة لا أقدر أن أصفها لحضراتكم لزراعة المرحلة السابعة من وقف النخيل الخيري. فندعو الله تبارك وتعالى لقضاء حوائج الجميع، أن يغفر الله ويرحم موتاهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يبارك لهم في دينهم، اللهم آمين. أول مرة أتبرع برعت الثلاث نخلات ولقيت حاجة جميلة جدا. الرحلة كانت جميلة قوي، ونيجي مرة تاني وتالت، ربنا يتقبلها إن شاء الله يا رب. متبرعين كتير صمموا يزوروا بنفسهم وقف النخيل الخيري ويزرعوا نخلتهم بإيديهم. مؤسسة معروفة وكل الشيوخ اللي فيها معروفين وعلى ثقة، وانا بصراحه لما جيت ما كنتش متخيله ان هي تبقى حلوه قوي كده. يعني جايين النهارده عشان نبدا بفضل الله سبحانه وتعالى زراعه المرحله السابعه، ومعانا اهالينا من المتبرعين زي ما وعدناهم. ربنا سبحانه وتعالى بيتم علينا الخير ونوفي بوعدنا دايما. مؤسسه نبض الحياه شعارها الرئيس الوفاء بالوعد والعهد. مع وقف النخيل بنبض الحياه هيكون لك صدقه جاريه مدى الحياه. شكرا لمؤسسة نبض الحياة. هو الحقيقة كل الحملات والمبادرات اللي بتنفذها وبتقوم عليها مؤسسة نبض الحياة كلها أفيد من بعض وكلها أهم من بعض، بس دايما أنا بشوف إن المشروع ده بصفة خاصة هو دورة التاج في المؤسسة. ما تقاليش إن في مبالغة بأي حال من الأحوال لو قلنا كده. أنا بيعجبني قوي لما بتقول المصطلح ده. وأزعل قوي لو ما سمعتوش منك. أيوه أسمعونا كل حلقة. لا هو فعلا حقيقي يعني مصطلح في محله. هو دورة التاج مش لمؤسسة نبض الحياة بس، هو دورة التاج لأنه مشروع لكل حد يعني كان ليه نفسه في يوم من الأيام، كان حصل له كده أنه يلاقي في يوم من الأيام مشروع زي ده.
دورة التاج لكل حد عنده أمل في أن يجي وقت من الأوقات يكون عندك كل ملفات عمل الخير بتتغطى بشكل طبعا كويس وبشكل كافي. دورة التاج لكل واحد نفسه أنه هو يعني يلقى الله سبحانه وتعالى بوقف يمتد إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. دورة التاج بالنسبة لكل واحد كان نفسه لما يضع فلوسه في تبرع يحس أن أنا استفدت بكل ذرة طبعا من هذا التبرع. صحيح، استفادة قصوى كمان. أيوة. الحقيقة طبعا. فدي دورة التاج لكل حد في, في, في بيحب عمل الخير. عشان كده إحنا دايما بنقول كده، وده يعني ده يدلنا دايما في المؤسسة حتى لما بنقعد مع بعض، نقول يعني إحنا نفسنا الناس كلها تشارك في عمل الخير بأي شكل كان ومع أي حد. يعني شوف، مش أنا بقول لك إحنا عندنا وقف النخيل في المؤسسة، بس والله نصيحتي للناس وقف النخيل تحديدا ما ينفعش تفوت أن يكون ليك أجر فيه. وده مهم قوي. ليه؟ استحضرنا في الصورة، أنت لعله باين قوي في التقرير اللي إحنا شفناه فرحة الناس عاملة إزاي. الناس دي لمست حاجات في وقف النخيل، اللي جالك مرة واثنين وثلاثة واربعة لمس حاجة، في حاجة حصلت في حياته، في فرحة من نوع خاص وهو بيعمل الصدقة دي من النوع ده. استحضاره لأنه هو أن أنا بتبرع لمسجد زي ما حضرتك قلت طبعا من شوية، أن أنت بتلاقي حاجة تجمع لك كل أبواب الخير. صحيح. يعني إحنا من وقف النخيل ده أنت بتتبرع لمسجد، من وقف النخيل بتعمل سقي الماء بأشكاله سواء كان في وصلة أو بير أو حتى محطة تنقية. بوقف النخيل ده أنت فتحت أصلا أبواب تانية. إيه النهاردة إيه اللي يخلينا نقعد نفكر أن إحنا نشتغل نعمل مستشفى، نوسع في مسألة التعليم شوية، تعليم أبنائنا؟ إيه اللي يخلينا نقعد نفكر في ده؟ أنت بدل ما بتيجي تعمل مثلا 50 وصلة، لا تعمل 200-300 وصلة. إيه اللي يخليك تفكر في ده؟ هو المشروع ده ونجاح المشروع ده بفضل الله سبحانه وتعالى هو المعول الكبير طبعا من فضل الله أن أنت تتوسع في كل أعمال الخير. وهذا الوقف بفضل الله أنا بقول ده بفخر أن مؤسسة نبض الحياة هي أول من أحيت سنة الوقف في مصر بعد أن كانت قد ذهبت سنة صحيح الوقف، وهي سنة عاش بها أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وعاش بها الأمراء والملوك وكل أصحاب الأموال طبع زمن طويل جدا طبع، لدرجة أن الأمر كان مقتصر عليهم هم. صحيح. لكن يشاء ربنا سبحانه وتعالى أنه يجدد رحمة بنا. لا، والبعيد قرب لناس كتير. يعني ال- 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 الحلم ده تحقيقه كان شبه مستحيل للناس اللي هي مش ميسوري الحال. أيوة. لكن دلوقتي بحاجة زي كده، لا ده كده يعني ممكن حد حتى من رقيقي الحال يبقى ليه وقف. كتير يا استاذنا، كتير اللي بأمنا ولا والدنا اللي بيقعد يحوش، واحنا لعلنا ذكرنا قبل كده ان كل واحد فينا بيبقى ليه على اتصال وعلى علاقة بالمتبرعين. احنا في مؤسسة نبض الحياة الحمد لله علاقتنا بالمتبرعين كويسة جدا يعني. جميل. والعلي ده بيبقى ملاحظ من التقارير اللي بتتعرض على الشاشة طبعا، فبتعرف احواله، وده برضو بيخليك تبقى واقف على احوالهم الحقيقيه. حد مش جاي فرحان بان هو عامل عمل خير بس، لا ده هو بكل كيانه مقبل على عمل الخير ده. صحيح. فتلاقي ولد من ابائنا والله والله يحوش ثمن النخله من بيع المناديل في الاشارات، اقسم بالله. واحده تانية من امهاتنا بتحوش من اكلها وشربها. كتير جدا كده يا استاذ. يعني المهتمين بمساعده الناس هم الناس اللي يستحقوا اصلا، يعني أيوة. مش عارف، مش عايز اقولها دي يعني لا دي حقيقه والله، دي حقيقه حاجة عجيبة غير جدا. من غير وتلاقي حد من ميسوري الحال واللي ربنا فتحها عليهم من واسع ما خطرتلوش الفكره دي اصلا على في ده وفي ده. وده بقى اللي كنت اقوله لحضرتك. كويس ان في كده، ان من عجائب بقى وقف النخيل انك انت وانت بقى بتتفرج على النخله كده، فتلاقي اسم لنخله وحيده لحد حوش فلوسها بقى له 3 4 او 5 شهور بيحوش تبلها، واحد تاني عامل جنبها 10-15 نخلة. شوف ده ميسور وده، فربنا سبحانه وتعالى يجيب النخلة دي جنب دي. حد تاني عامل فدان كامل وجنبه فعلى الحد بتاعه نخلة برضو فريدة لحد جماعة مشتركين مع بعض في نخلة. فده موجود وده موجود، ودي من البركات. العجب في كل زيارة يا شيخ. والله أكيد يعني. والله دي حقيقة طبعا. يعني من الحاجات اللي واحد شافها في الزيارة اللي فاتت دي، اللي كانوا جايين عشان يثبتوا للي معاهم ان في حاجه غلط في الموضوع. انا سمعت القصه دي. جايين متربصين عشان يقفشوكوا بقى من وجهه نظرهم. جاي يقول لك لا انت بتصدقي الكلام، طب انا هاجي معاك واوريك واعرفك بقى ان الكلام ده وبعد كده الناس دول هم بيتبرعوا اول ناس بقى. هم ندموا يعني، جت قالت والله انا ندمت ان انا على اللي فات، وانا يعني كنت واخده صوره ذهنيه مغلوطه من غير ما اتحقق منها.
وده بيعلمنا برضو ليه في القرآن الكريم ربنا بيقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلة. صحيح. شوف بقى أن تصيبوا قوما بجهلة دي بعدها إيه؟ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني الندم مش هيصيب اللي انتوا يعني أخطأتم في حقهم. صحيح. الندم هيصيبك انت. فواحدة من أمهاتها دي قالت أنا ندمت حقيقي، فهي ندمت إنها سمعت من غير ما تتحقق، وخدت بالسماع اللي سمعته الخاطئ دوت من غير ما تتحقق، ففوتت على نفسها فرص. عشان كده احنا ربنا سبحانه وتعالى بيجدد على ايدينا الفرص موسم بعد موسم ومرحله بعد مرحله. النهارده بندعو الناس للمرحله الثامنه اللي في شهر 10 بفضل الله سبحانه وتعالى. فده امر نتدارك بيه لو حد كان فاته في الموضوع، ومعانا فرصه برضو للي لسه ما تحققش من صدق الامر ومن مصداقيته، يقدر ان هو يتحقق باي صوره هو عايزها من صدق الموضوع، عشان ما يفوتش على نفسه مرحله ثانيه. يعلم بالحال احنا النهارده موجودين، بكره احنا فين. صحيح. اللي بيتبرع بنخله بيختار ان الريع الخاص بالنخله دي يوجه في المكان الفلاني او المجال العلاني، ده امر اساسي. ده شيء اساسي لازم يتعمل، لان انت عندك ملفات كتيره جدا طبعا، فانت بتخير في واحد. وليه ده مهم جدا ان انت المتبرع يبقى محدد الريع او وجه الخير اللي هيصرف فيه ريع النخله؟ لعده اسباب. السبب الاول ان في ناس بيعمل لكل باب من ابواب الخير نخلة. وكل ملف من ملفات الخير نخله. يا سلام. فيقول لك خلاص انا النخله دي هي بتاعه المساجد. يا بس سلام. نخله طب. المساجد. وواحد تاني يقول لك النخله دي بتاعه المياه، وواحد تاني يقول لك النخله دي بتاعه زواج اليتيمات، وفي حد تاني هي نخله واحده اللي يقدر يعملها بس، فبيدخل كل اوجه الخير. وده بيفرق معانا جدا. عشان كده انت هتلاقي عندنا في السيستم في المؤسسه في تقسيمه، المتبرعين اللي اوجه الخير بتاعتهم محدده في المساجد. محدد عندنا المساجد، ومحدد عندنا المياه، ومحدد كل اوجه الخير والبر اللي الناس بتعمل بتوجه الريع بتاع النخله فيها. ربنا يبارك لكل المتبرعين، وربنا يبارك لكم يعني على المجهودات اللي انتم بتعملوها الحقيقه في هذا الاطار. جزاكم الله كل الشكر لوجودك معانا النهارده، نورتني. الله يكرمك يا حبيبي، والشكر موصول لحضرتك وللساده المشاهدين. بشكر كل حضراتكم على حسن المتابعه، وان شاء الله يتجدد اللقاء. السلام عليكم.